زي ما انتم شايفين يمكن دي كواليس خاصه لقناه الاهلي من وقت تحرك البعثه من مطار القاهره حتى الوصول الى ابو ظبي. طبعا كواليس شامله على مدار 48 ساعه، شايفين طبعا ابرز النجوم الجدد يحيى عطية الله، اشرف داري، رضا سليم، طبعا بقى الثلاثي المغربي، اكيد متابعه كبيره جدا من المغرب، الاستاذ محمد الضماطي رئيس البعثه، المهندس خالد مرتجي عضو او امين صندوق مجلس اداره النادي الاهلي، الكابتن سامي قمصان يعني خليه نحل، الكابتن محمود الخطيب بالتاكيد وجوده مع البعثه مهم جدا، ومع الاستاذ محمد الضماطي رئيس البعثه، الدكتور محمد شوقي. وجود الكابتن محمود الخطيب في الرحلات الخارجيه بيبقى ليه تاثير ايجابي جدا على كل افراد البعثه، سواء جهاز فني، لاعبين، جهاز اداري، جهاز طبي. نتمنى يا رب باذن الله تكون رحله موفقه للنادي الاهلي. والكابتن محمود الخطيب في رحلته مع البعثه من مطار القاهره كان عايز يوصل رساله، والرساله وصلت واللعيبه سمعتها وشافتها واتكلموا فيها، ان على راس المنظومه الكابتن محمود الخطيب ما بيكونش موجود مع البعثه الا لما بيكون الظرف بيحتاج فعلا وجود رئيس النادي الاهلي. حصلت في مباريات افريقيه عديده، حصلت في مشاركات حتى خارجيه على مستوى كاس العالم للانديه، لكن لما تيجي بعد السوبر الافريقي امام الزمالك وتكون موجود مع البعثه رغم ان في وجود حتى كمان الاستاذ محمد الضماطي رئيس البعثه، بتبقى فيها رساله مهمه جدا مع اللعيبه، مع كهربا، مع رضا سليم، مع محمد الشناوي اللي بنتمنى له السلامه يعني بعد الخطه القويه اللي خدها في مباراه منتخبنا امام موريتانيا، وشايفين في حاله تفاؤل، اللعيبه كلها بتتكلم مع بعض، افشه، حسين الشحات، احمد نبيل كوكا، كهربا، وجود مصطفى شوبير مع الشناوي، مع حمزه علاء، اكرم توفيق اللي ان شاء الله باذن الله يكون ليه دور كبير جدا في مباراه بكره. مش عايز اتكلم على التشكيل، مش عايز اتكلم على التفاصيل، في تفاصيل كتيره هنتكلم في المتاح، واللي مش متاح هنسيبه للجهاز الفني يقدر يشتغل عليه عشان يقدر يحضر بشكل كويس. امام عاشور بنيولوك جديد ان شاء الله باذن الله يكون نيولوك خارج الملعب وداخل الملعب مع الفريق في الفتره اللي جايه، لان الفتره اللي جايه محتاجه تركيز شديد جدا. ليه؟ هتطلع من السوبر على عين الاماراتي، مفيش وقت. طيب هنا الفريق اول ما وصل الى مطار ابو ظبي، كواليس لحظه بلحظه كل التفاصيل وكل الاخبار وكل الحاجات الحصريه اللي مش هتشوفوها في اي مكان هتلاقوها من خلال شاشه قناه الاهلي، تحرك اللاعبين في المطار، في التدريب، في فندق الاقامه، في التحرك من الفندق الى ملاعب التدريب، المؤتمرات الصحفيه، كل التفاصيل المتعلقه باستعدادات الاهلي لبطوله السوبر المصري، وهي بطوله مهمه جدا. النادي الاهلي هو حامل اللقب، بيستعد للنسخه الثانيه على التوالي في اماره ابو ظبي بالشكل الجديد للبطوله بمشاركه اربع فرق، شايفين كمان بيرسي تاو اللاعب الجنوب افريقي، شايفين كمان كريم نيدفيد، افراد الجهاز الفني، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، اكيد بنفتقد وجود طبعا محمد هاني، كريم فؤاد، الف مليون سلام عليهم. ناس تقعد تسالني هو عمرو السليه هو كمان ان شاء الله يكون جاهز، هو ووفا كمان في المباريات اللي جايه مع الحراس اللي موجودين سواء الشناوي او حتى حمزه علاء. كابتن محمود الخطيب من اول ما وصل اماره ابو ظبي مش عايز اقول لكم على طول الصور الفوتوغرافيه مع الجماهير سواء في الاوتيل او حتى خارج الاوتيل. كابتن محمد رمضان بينولوك جديد مع اداره النادي الاهلي بتفاصيل جديده كمنصب للمدير الرياضي في النادي الاهلي، هتشوفوا ان شاء الله باذن الله شكل مختلف في العمليه التنظيميه خلال الفتره اللي جايه. اكيد الاهلي بيبدا موسم في تفاصيل كتيره، في تحضيرات كتيره، فحريص جدا الجهاز الفني والاداره واللاعبين ان هم يبذلوا كل مجهودهم في مباراه السوبر والانطلاقه الاولى امام سيراميكا كليوباترا. على طول الفريق لما وصل كان تاني يوم على طول في تدريب، فريق اتحرك من فندق الاقامه راح على التدريب. وخدوا بالكم من حاجه مهمه قوي، لما الفريق يكون في المطار بيبقى فيه زي موحد، يوصلوا فندق الاقامه وهيتحركوا في زي تاني، هيتحركوا الملعب التدريب في زي تاني، في نظام، في كتالوج كده داخل النادي الاهلي، مدرسه اهو، جهاز الفني نازل، اللعيبه داخله الملعب التدريب. وعايز اقول لكم يمكن في فل حلو، خبر كويس او يعني حاجه تدينا جرعه تفاؤل، الاهلي قاعد في نفس فندق الاقامه اللي كان موجود فيه ابو ظبي لما الاهلي كان شارك في كاس العالم للانديه تحت اشراف الفيفا، بيتدرب في نفس ملاعب التدريب، نفس الاجواء اللي شافها الاهلي في مونديال الانديه بيعيشها دلوقتي في كاس السوبر للانديه الابطال.